بكم متابعين قناة الانجليش وذ راشد، طابت اوقاتكم بكل خير وين ما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، فيديو مميز. فيديو الليلة حنتطرق فيه لـ Prepositions. الـ Prepositions كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لي لما جيت اتعلم الانجليزي او جيت اتكلم الانجليزي، فكان بالنسبة لي مشكلة كبيرة متى استخدم in، متى استخدم at، متى استخدم on، متى استخدم by. فأوعدكم انها ما حتكون مشكلة اذا شفتوا الفيديو الجاي. فبدون ما نضيع زمن كثير يلا بينا نشوف الفيديو. يلا بينا يا احباب نشوف الفيديو اول. طيب مرحبا بكم تاني. زي ما قلنا انه استخدام الـ prepositions مهم جدا جدا على اساس انك تحاول تتواصل بطريقة مميزة. طيب ما حناخد زمن كثير، نمشي على السلايد الاول على اساس انه نشوف الموجود شنو. يلا بينا on. طيب عندنا اول preposition معانا on. بنستخدم on لما نكون in position on the position of something. طيب في تريك صغير هنا، خدعة صغيرة انا عاوز اقولها وعاوزكم تتذكروها معي لانها حتفرق معانا بعدين نتذكرها. طيب on the position of something، اذا انت كنت في مواصلات عامة او في طائرة او في بص، وحولك الكثير من الناس، استخدم on. استخدم شنو؟ استخدم on. خلينا نشوف المثال. I am on the plane. We are on the metro. She is on the bus. طيب استخدم، شوفنا الأمثلة اللي فاتت إنه إذا أنت في الطيارة حولك كثير من الناس، وإذا أنت في المترو حولك كثير من الناس، وإذا أنت في الباص حولك كثير من الناس. طيب في transportation بنستخدم on. transportation في المواصلات بنستخدم on. زي ما شفنا في المثال I am on the plane. We are on the metro. She is on the bus. نمشي للسلايد الثاني. طيب نفس الـ on، إذا كانت الأولى كانت في transportation، إذا كانت في location، إذا كانت في location أو في موقع معين هنستخدم شنو؟ usually we use on when it comes to an open surfaces. open surfaces شنو؟ أسطح مفتوحة without edges or walls، ما عندها جدران، ما عندها كده، الأسطح المفتوحة. والأسطح المفتوحة دي حتى تتضمن لنا شنو؟ تتضمن لنا المحيط oceans، lakes البحيرات، والأنهار rivers. طيب حناخد على الحاجة دي مثال. We are on the lake. She is out on the river. The pen on the table. زي ما شفنا إنه الحاجات دي كلها الأسطح بتاعتها مفتوحة. lake سطح مفتوح، والريفر سطح مفتوح، والتيبل تيبل سطحي مفتوح. عشان كده في اللوكيشن استخدمنا معاهم on. نشوف السلايد اللي بعده. الزمن time بنستخدم on 200 في مع الزمن. days of the week or word that have word day on it such as Friday, birthday. طيب في الزمن بنستخدم on 200 مع أيام الأسبوع، مثلا on Tuesday, on Wednesday, on Sunday, on Saturday. برضو في كلمات معينة مثلا birthday وكده بنستخدم معهم برضو on. طيب قال I have an appointment on Monday. أنا عندي موعد أو مقابلة في يوم الاثنين. I am going to Kampala on my birthday. أنا حسافر كامبالا يوم عيد ميلادي. We are having dinner on Friday. عندنا غدا يوم الجمعة. طيب نشوف السلايد اللي بعديه. at. طيب
الأولى شوفنا on مع الزمن, on مع transportation, on مع location. خلينا نشوف at. طيب at when we talk about a specific location including addresses, بنستخدم at 200 لما نتكلم عن specific location, موقع معين. نشوف على مثال meet me at my office. شايفين at? At my office. We will be at the supermarket. حنكون في a supermarket. I will be at, معلش ما مكتوبة ما في فاصلة. I will be at my home tomorrow. Be at الأخيرة نكرر الاعتذار إنها ما في فاصلة. I will be at my home tomorrow. نشوف السلايد اللي بعديه. نشوف لسه مواصلين في استخدام at. طيب لما نجي للزمن at مثلا بنستخدمها مع الزمن 200 لما يكون في specific hour or minute. كيف الكلام ده؟ I will be at Kampala at 10:30 a.m. حكون في مدينة كامبالا الساعة 10:30 صباحا. I will be at the airport at 10 p.m. حكون في المطار الساعة 10:10 مساء. طيب إذا قلنا بنستخدم at مع الزمن 200 لما يكون في specific hour والله specific minute. I will be at Kampala at 10:30 a.m. زمن معين ودقيقة معينة. I will be at the airport, حكون في المطار at 10 p.m. طيب دبوش خلينا نمشي نشوف السلايد الثاني في شنو. باي. باي حاجة جديدة. شفنا استخدام on وشفنا استخدام at. خلينا المرة دي نشوف استخدام باي. باي دايما بنستخدمها لما انت تكون قريب من حاجة. close by او close to. طيب نشوفها مع transportation. transportation بتقول مثلا I go to school by bus, ولا I go to work by car, ولا I go to school by whatever means you have. الوسيلة اللي بتمشي بها ممكن نستخدمها معها. طيب نشوف السلايد الثاني. طيب لما جبالك شفناها مع transportation خلينا نشوفها في location. نستخدم by في location كيف؟ close to something لما نكون قريبين من محل أو شيء ولا طيب نشوف مثال. I am at the coffee shop by the metro station. أنا في وين؟ coffee shop, موجود في coffee shop. كويس. by يعني شنو؟ near to the, ولا هو موجود في الكوفي شوب, موجود مثلا في المحطة بتاعة المترو. I am at the doctor's by the supermarket. برضو بنشوف كلمة by ظاهرة للعيان. نستخدم by مع الزمن كيف؟ we use by to refer to the end of time frame, حقبة زمنية أو زمن معين, even the end of the day, وحتى نهاية يوم. مثلا نشوف عليها مثال. I will have the project done by the end of today. حانتهي من المشروع بنهاية اليوم. I need that project by 10 a.m. tomorrow. أنا عاوز التقرير ديت, هو التقرير داك بنهاية أو بيوم بكرة الساعة 10 a.m. معناته صباحا 10 صباحا. شكرا جزيلا يا أحباب, ده كان فيديو الليلة. نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا كالعادة. تنبيه إنه الناس ما تنسى الشير واللايك والاشتراك. دمتم في أمان الله لحد ما نلقاكم في حصة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.